رحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي، ومساك الله بالخير فواز. مساك الله بالخير لولو، يا مرحبا فيكم، يا مرحبا فيكم مشاهدي الكرام. اليوم كل فرد له دور وأبسط الأدوار، وفي نفس الوقت أكثرها أهمية هو البقاء في البيت والخروج بس للضرورة. بهذا الفعل البسيط جدا بنقدر ندعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ونساعد في نفس الوقت في تنفيذ الخطط الوطنية المتكاملة للتعامل مع هذا الفيروس، واللي والله الحمد لحد الحين قاعدين نحقق نجاحات متواصلة في احتواء هذا الوباء، وذلك بفضل الله أولاً وبفضل العاملين في هذه الخطوط الأمامية ثانياً. أكيد يا فواز، يعني جهود كبيرة تبذلها جميع الجهات في مملكة البحرين، واليوم راح نسلط الضوء على موضوع جهود إجلاء المواطنين من الخارج وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن. هذا الملف اللي أخذ الأولوية عند الحكومة البحرينية. بالفعل أخذ الأولوية، اللي حقيقة البحرين يا لولو في هذا الشان يفوق دول كبرى وقفت عاجزة عن إعادة مواطنيها. فقد واصلت البحرين العمل بهدوء، وبذلت وزارة الخارجية وبعثات المملكة الدبلوماسية في الخارج بذلت جهود كبيرة لإتمام عمليات الإجلاء من مختلف دول العالم. وفرت الطائرات الناقلة الوطنية طيران الخليج، وطلبت الإجراءات والتدابير، وطبقت أيضا هذه الإجراءات والتدابير الوقائية للمحافظة على سلامة المواطنين أثناء عودتهم. صدقت يا فواز، يعني خلكم معنا مشاهدينا، عندنا العديد من المواضيع حول هذا الموضوع تحديدا في هذه الحلقة. نطلع فاصل ونرجع لكم. حياكم الله من جديد، نبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني، يرافقهما مدير أركان الحرس الوطني ووكيل جهاز الأمن الوطني، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك. وأعرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره على ما يبذله سمو رئيس الحرس الوطني من جهود موفقة ومتواصلة أسهمت في تطوير مستوى جاهزية هذا الصرح العسكري الشامخ، مثنيا رعاه الله على الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبو الحرس الوطني وتكاتفهم الوثيق وعملهم المشترك مع إخوانهم في كل من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لأداء واجبهم السامي في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسبات مسيرته الحضارية. وفي خبر آخر، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن المواطن البحريني كان وسيظل هو في غاية كل جهد تنموي تقوم به الحكومة في شتى المجالات، وأن التحديات الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا تتطلب من الجميع مزيدا من الوعي والتعاون
حتى نحافظ على ما تحقق للوطن من مكتسبات تنموية. وشدد سموه أن وعي المواطن والمقيم هو مرتكز النجاح لكل الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات من أجل تجاوز هذه المرحلة، وأن الالتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية واجب وطني يجب على الجميع الاطلاع بمسؤوليته في إنجازه. وأشاد سموه بالنتائج الإيجابية التي حققتها البحرين في مواجهة هذه الجائحة، حيث قدمت للعالم نموذجا في الوعي والتكاتف وسرعة الاستجابة للتحدي الذي فرضته بشكل عكس قوة استعداد وكفاءة وتميز أبنائها في مختلف المجالات. وقال سمو رئيس الوزراء إن أبناء البحرين يثبتون على الدوام أنهم ثروة هذا الوطن الحقيقية، وما يحققه القطاع الطبي والصحي في التعامل مع هذه الأزمة من نجاح هو نتاج عمل مؤسسي سليم وتخطيط للمستقبل أسهم فيه جميع السواعد الوطنية. وفي الخبر الأخير، أكدت وزارة الصحة ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والقرارات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وشددت وزارة الصحة على أهمية الوعي المجتمعي والمشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له، من خلال مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره. وكشفت الوزارة عن رصدها حالات قائمة بسبب عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة في اختصار تجمعات الإفطار على التجمعات العائلية الصغيرة، وضرورة ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه عند الخروج من المنزل للضرورات المعيشية، والتقيد بتدابير التباعد الاجتماعي. لنذهب بعيدا مشاهدي الكرام، ولكن الآن ننتقل للزميلة العزيزة مريم بوكمال في برنامجها المعتاد أنت في البيت. مريم، تفضل، الكلمة لك. شكرا لك فواز، ويا هلا ومرحبا فيكم فواز ولولوا من برنامج مجتمع واعي، ونحيي مشاهدينا اللي انضموا لمتابعة برنامج أنت في البيت. مشاهدينا، مساكم فخر بلا حدود، مساكم دعم كبير لكل الجهود، مساكم تكاتف والتزام يدفعنا للتقدم للأمام في مواجهتنا لفيروس كورونا. احنا في ديرة ولله الحمد تنعم بالأمن والأمان، ديرة تقدم كافة الخدمات الطبية بالمجان، ولأن نحب البحرين لازم نتبع التعليمات الوقائية ونحرص على التباعد الاجتماعي. فاليوم احنا مثال للمجتمع الواعي، ومجتمع واعي هو اسم التطبيق اللي إذا حملته بيخليك تربح 1000 دينار. فخلكم معنا عشان نعرف من هو الفائز الأول في برنامج أنت في البيت. نرحب فيكم مشاهدينا من جديد في برنامج أنت في البيت، ومثل ما قلت لكم إذا حابين تشاركون في البرنامج ما عليكم سوى تحميل تطبيق مجتمع واعي والتسجيل فيه، وإن شاء الله راح يدخل اسمكم تلقائيا في السحب. وعلى فكرة في خانة في الابليكيشن تقدرون تحطون عليها إذا تبون تشاركون أو ما تشاركون في المسابقة، علشان في ناس ما حابين يشاركون في المسابقة، وإحنا نبي الناس اللي فعلا تبي تشارك في المسابقة ومتبعة التعليمات وقاعدة في هذه الفترة في البيت، ومكافأتنا لهم 1000 دينار لقعدتهم والتزامهم ووعيهم. فغن نشوف البيت رقم 1، هل هم قاعدين في البيت وملتزمين ولا لا؟ السلام عليكم. يا هلا ومرحبا اخوي، معك مريم بوكمال من برنامج انت في البيت. هلا والله. يا هلا والله، تعرفني باسمك؟ مرتضى. يا هلا مرتضى. مرتضى انت في البيت؟ ايه في البيت. اذا تم اختيارك للمشاركه في برنامج انت في البيت، وعندك خيارات علشان تثبت لي انك موجود في البيت، اما انك تصور البيت او تروح عند باب البيت وتصور رقم البيت وتبعث لي لايف لوكيشن يا مرتضى، والخيار عندك. شلون اصور؟ ليش افتح فيديو الحين؟ ايوه فيديو كول. اهلا وسهلا، هذا هو البيت وانت قاعد في البيت ورايح الحين تصور لي رقم البيت، صح؟ دنيا.
تمام. من يطلعون برا شوي يفصل لأنه يكونون أكيد شابكين على الواي فاي، ومن ما يشبك على الواي فاي وهو قاعد في البيت. تبين العنوان صح؟ أيوة رقم البيت. رقم البيت أنا. 103. إذا أنتظر منك يا مرتضى طرش لي لايف لوكيشن حق أثبت لك الألف دينار. شنو؟ أنتظرك تطرش لايف لوكيشن حق أثبت لك الألف دينار. بعد الاتصال. تمام؟ بس لايف لوكيشن ابي منك عقب ما صك التليفون. صورت العنوان في البيت قاعد يعني. ايه بس لين اصك التليفون طرش لايف لوكيشن من الموقع اللي انت فيه الحين. على هاي الرقم على الواتساب. تمام؟ اوكي. مبروك الالف يا مرتضى. الله يبارك فيك. كلش معصب مرتضى وما له بغرض والالف كأنها ما عارف، بس يلا عموما اختم هذه الفتره وان شاء الله نحيا شوي ونفرفش في الفتره الجايه. فارجع الحين لبرنامج مجتمع واعي مع زملاء لولو وفواز، اليكم الكلمه. شكرا لك مريم. مشاهدينا الكرام ننتقل معكم الى فواز اللي راح يستعرض اخر الاحصائيات المتعلقه بفيروس كورونا في مملكه البحرين. شكرا لولو، بالتاكيد راح نستعرض معكم في مشاهد الكرام اخر الاحصائيات اللي اصدرتها وزاره الصحه حتى اليوم الاحد 10 من شهر مايو 2020. فقد بلغت الحالات القائمه 2783 حاله، ووضع الحالات المستقره ولله الحمد يبلغ 2781 حاله، فيما يبقى شخصين تحت العنايه نتمنى لهم الشفاء العاجل. اما المتعافون فيبلغون 2065 متعافي، الوفيات 8 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 182 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الأحد في مملكة البحرين رصد 82 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 64 حالة لعمالة وافدة و18 حالة لمخالطين وتعافي 10 حالات. هذا كل ما لدي وأعود للشغل. من أهلها ويديم نعمة الأمن والأمان عليها في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. تواصل مملكة البحرين كتابة العديد من قصص النجاح في مواجهة فيروس كورونا، وكل ذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين لتحافظ على صحة وسلامة كل مواطن ومقيم على أرضها حتى قبل ظهور أي إصابة في المملكة. بالفعل فواز، ومن بين القصص النجاح كان ملف إجلاء المواطنين البحرينيين من الخارج وإعادتهم إلى أرض الوطن رغم التحديات اللي تواجه عمليات العودة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى بتسريع عودة جميع المواطنين إلى مملكة البحرين. بالضبط لولو، فريق الإعداد تواصل مع الكابتن عارف الملا بالناقلة الوطنية طيران الخليج اللي كان من بين عدد من الطيارين اللي سيروا رحلات من عدد من الدول لإجلاء مواطنينا في الخارج وعادوا بهم إلى أحضان الوطن. مساك الله بالخير كابتن عارف، وشلون كانت رحلاتكم وشلون طبيعة حياتك خاصة في هالفترة؟ تفضل يا كابتن.
مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله في البدايه اقدم شكري لتلفزيون البحرين على اتاحه هذه الفرصه، ومبارك لكم بهذا الشهر الفضيل. البدايه يعني كان تطوعي وتطوع الفريق اللي معاي زين في المشاركه في اجراء المواطنين البحرينيين اخواننا زين من البلدان الموضوعه، هي الوقوف الى جانب الوطن في مواجهة كافة التحديات التصدي لمرض كورونا. احنا كلنا فريق البحرين. بالنسبة لعدد الرحلات اللي سويناها زين، هي كانت كلها حق جمهورية ايران زين، كانت 11 رحلة على 4 مناطق مختلفة من جمهورية ايران، منها طهران، مشهد، شيراز، ولا، وكان عدد المسافرين تقريبا اكثر من 1000 مسافر بحريني تم اجلاهم الى ارض الوطن. بالنسبه حق الصعوبات او المشاكل، الناس دائما تتكلم عنها والمرض خطير، ما كان في اي صعوبات ولا مشاكل، وكل شيء ولله الحمد، يعني الحمد لله رب العالمين، كان منظم، وكانت الاتصالات بين وزاره الصحه والخارجيه مع الناقله الوطنيه مملكة البحرين شركة طيران خليج ساعدت وايد يعني في سهولة عملية الإجلاء المواطنين إخواننا البحرينيين إلى أرض الوطن. وأخيرا يعني هذه وطننا والبحرين غالي علينا وياما عطتنا وما زالت تعطينا، واللي سويناه شيء بسيط ما نقدر نوفيها حقها وبروحنا نبديها. يعطيك العافية يعني كابتن طيار عارف الملة طيار بطيران الخليج، وكل الشكر والتقدير أيضا لناقلتنا الوطنية طيران الخليج. فريق الإعداد تواصل بعد مع السيد ضياء عبد الله مدير خدمات المقصورة بطيران الخليج، وسألوه عن عمله والتدابير الاحترازية اللي يتخذها طاقم الطائرة لحماية أنفسهم والمواطنين العائدين إلى أرض الوطن. خلينا نتابع شنو قال. مساكم الله بالخير، اولا اشكركم على الاستضافه. طبعا انا تلقيت اتصال من شركه طيران الخليج كوني احد الموظفين في هذه الشركه، قالوا لي انت رشحت الى العمل التطوعي لاجلاء المواطنين رعايه مملكه البحرين من الخارج. انا رحبت بهذا الاختيار والفكره كترشيح من قبل الشركه، وقلت لهم ان هذه بالنسبه لي انا عمل انساني وواجب وطني، عندي كل الاستعداد اني اشارك واكون من ضمن الفريق، فريق البحرين لعمليه الاجلاء. وبالتالي عملوا لنا اجتماعات وشرحوا لنا، لان هذه الرحلات رحلات الاجلاء 11 رحله كانت تختلف عن الرحلات الروتينيه، وطبعا كنا نتبع فيها جميع الاجراءات المطلوبه من ناحيه الامن والسلامه، وسلامتنا كطاقم، لأن كان يهم الشركة في المقام الأول سلامتنا إحنا كطاقم مضيفين وطيارين وطاقم طبي موجود معانا. والحمد لله كانت الأمور متيسرة ومشت الأمور بسلاسة في خلال عملية الإجلاء إلى 11 رحلة. كنا نستخدم عملية التباعد الاجتماعي داخل الطيارة، تختلف عن الرحلات العادية في ملصقات، في إرشادات، وطبعا المسافرين ما يكونون جالسين جنب بعض، في عملية بالنسبة لتجليس المسافرين. عملية التباعد الاجتماعي المقصورة كانت تتوزع إلى 3 مراحل، والأمور كانت تمشي بسلاسة الحمد لله رب العالمين، سهل أمورنا وتيسرت الأمور. طبعا نشكر تضافر كل الجهود المشتركه بين الشركات، بين الوزارات اللي ساهمت في عمليه تصدي لهذا الوباء، من وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، الشركات العامه. ونجاح رحلاتنا الاجلاء وعوده ابناء الوطن الى البحرين بامان ويسر الحمد لله. Okay.
نواصل معكم مشاهدينا مع فريقنا الوطني فريق البحرين، وبالتحديد الحين مع جنود الجيش الأبيض اللي لهم الفضل والدور الكبير في الحفاظ على سلامة المواطنين أثناء رحلات الإجلاء. والله يعطيهم الصحة والعافية هذه الجنود المجهولين. معنا عبر سكايب الدكتور حسين، استشاري طب عائلة وطبيب مرافق لفريق الإجلاء. مسيك بالخير دكتور، يا ريت تقول لنا شلون شفت الإجراءات وتعاون الناس معاكم خصوصا في رحلات الإجلاء. تفضل دكتور. في البداية مساكم الله بالخير ومشكورين على المقابلة والاتصال والسؤال. طبعا أول هاجس كان عندنا هاجسين مع بداية رحلات الإجلاء، كنا خايفين إن شنو راح يكون شعور المسافرين لما يركبون الطائرة ويشوفوننا إحنا بكل الجوانب الوقائية اللي قاعدين ناخذها، يمكن يخافون. الشغلة الثانية كنا نحاتي بالنسبة لخطة العمل اللي كنا واضعينها، هل هم راح يكونوا متعاونين ايانا؟ خصوصا بعض الاحيان يتطلب ان اخلي العائلة بعيد عن بعضها مو قريب. بس مع اول رحلة ومع ركوب اول مسافر الحمد لله كل هالمخاوف دي راحت. اللي شفناه تجاوب كبير جدا من المسافرين من المواطنين، شعور عام بالارتياح، فرحة كبيرة ما توصف، دعواتهم للجميع في البلد، الكل يثمن الإجراءات اللي تقوم بها الدولة، وهذا يحسسهم بالأمان والخطوات اللي قامت بها الدولة اللي يمكن دول متقدمة أصلاً ما قامت بمثل الخطوات. فكان ارتياح جداً وتعاون جداً كبير وارتياح جداً كبير. الدكتور حسين استشاري طب عائلة وطبيب مرافق لفريق الإجلاء، كل الشكر والتقدير لك. نواصل معكم مشاهدينا في هذه الفقرة اللي نشوف من خلالها أحوال جنودنا من فريق البحرين. فريق إعداد البرنامج تواصل مع الممرض أول أحمد عبد الله عيسى بوزارة الصحة، واللي كان من ضمن فريق خطة الإجلاء، وسألوه شلون كانت الإجراءات الاحترازية اللي تضمن حمايته وحماية المسافرين معاه. خلينا نتابع معكم شنو قال الممرض أحمد. الحمد لله تم اختيارنا احنا تبع الفريق الإجلاء لإجلاء المسافرين من إيران ولبنان والنجف، كلهم رحلات كانت موفقة. وحب أشكر جميع الجهات التي تعاونت معنا في هذه الرحلة، وحب أشكرهم كذلك سعادة الوزيرة وسعادة الوكيل وعلاقات العامة ومسؤولة التمريض الرعاية الأولية على جهودهم جميعا في تسهيل لنا عملية الإجلاء. في البداية احنا سوينا التدريب للطاقم المسافرين كان في طيران الخليج، عملهم ورشة عمل بسيطة كيفية عمل لباس العمل الوقائي لهم. في أثناء الرحلة هناك هم كذلك عملنا خطوط معينة مع التعاون مع الدكتور حسين في عملية توزيع المسافرين في الرحلة. الحمد لله رب العالمين جميع الرحلات وصلنا بحمد الله بسلام، ونشكرهم كذلك مرة ثانية جميع الجهات اللي تعاونت معنا، على رأسهم كذلك ما أحب أنسى طيران الخليج وعلى جميع اللي كانوا معنا في الطاقم الطائر. Thank you.
تباعدنا قليلا اليوم يحمي أحباءنا أطفالنا كبارنا والأضعف فينا. تباعدنا هو تكاتفنا معا كفريق واحد في وجه كوفيد-19. حياكم الله من جديد. العديد من المشاركات من المجتمع البحريني النابعة من حب العطاء للوطن وواجباته تجاه هذه الأرض الطيبة، نشوفها متواصلة في العديد من الجهود، ومنها عمليات التطهير في العديد من المناطق بالمملكة. بالفعل، وفريق البحرين تستاهل، نفذ عملية تطهير شاملة في منطقتي دمستان وبوري بالمحافظة الشمالية، وذلك في ظل تغطية الفريق لمناطق مملكة البحرين كافة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين. طبعا زميلنا طلال نايف المجتهد رافق المنظمين وأعد لنا التقرير التالي، خلنا نتابع معكم ونرجع. مسؤولية وطنية يبذلها هؤلاء المتطوعون المشاركون في فريق البحرين تستاهل، يضربون أروع الأمثلة للتصدي لهذا الفيروس من خلال تعقيمهم الشوارع والمحال التجارية. كلنا للبحرين والبحرين لنا. يواصل فريق البحرين تستاهل في إطار الشراكة المجتمعية في حملات التعقيم الشاملة في عدد من مناطق المملكة، ففي آخرها انطلق الفريق الوطني بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب من منطقة دمستان انتهاء بمنطقة بوري بالمحافظة الشمالية، وأجروا عملية التطهير والتعقيم الشاملة للشوارع والمحلات التجارية، حيث كانوا على مسافة واحدة من المسؤولية الوطنية تجاه جائحة فيروس كورونا، وأثبتوا حرصهم التام على تطبيق كافة معايير السلامة والصحة بشكل صارم وفق الاشتراطات والمعايير العالمية. التعقيم له دور مهم، التعقيم راح يقضي على الفيروس ولو بنسبة كبيرة جدا. ما دام التعقيم موجود ومستمر إن شاء الله راح يكون فريق البحرين يسيطر على هذا الوباء. كل هذه المشاركات تمثل حرص كل أفراد هذا المجتمع إلى الانضمام والتشرف بالانضمام إلى فريق البحرين تستاهل اللي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد. فكل الشكر والتحية لكل من يقوم بهذه الأعمال اللي في النهاية تخدم كل مملكة البحرين، فشكرا للجميع. وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي وضعتها مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا، يقوم فريق البحرين تستاهل بالتجمع قبل خروجه لأي منطقة من أخذ الإرشادات والنصائح الجديدة من قائد الفريق، والتأكد من ارتداء الجميع لبس السلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع. اليوم عندنا دعوة من سعادة النائب أحمد الدمستاني في متغطي تعقيم منطقة دمستان بوري. هنا الفريق البحرين تستاهل مكون من اليوم 40 متطوع متطوعة حق منطقة دمستان وبوري. البحرين تستاهل. هذا الفريق الوطني وقف صفا واحدا ليقضي بكل ما أتي من قوة على هذه الجائحة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على العالم أجمع، كما حرصوا على أن يكونون في خندق الدفاع عن حياض الوطن، وأن يشجعوا الجميع على أن يكونوا في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الفيروس. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. يعطيك العافية طلال نايف على هذا التقرير المميز، نقلت لنا أجواء عمليات التعقيم. طبعا على مدى الأيام اللي فاتت شفنا العديد من عمليات التعقيم اللي تكون بتنظيم من عدد من السادة النواب في مناطقهم بمشاركة الفرق المتطوعة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية في تجسيد لمبدأ الشراكة المجتمعية. أكيد، الحديث عن عملية التطهير في منطقتي دمستان أبوري في المحافظة الشمالية، أسرنا أن يكون معنا عضو مجلس النواب أحمد الدمستاني. يا هلا ويا مرحبا فيك ومبارك عليك توالي الشهر. يا هلا ومرحبا فيكم، الله يمسيكم بالخير ومتباركين ما تبقى من هذا الشهر الفضيل، والله يعود علينا إن شاء الله بصحة وسلام. يعني لو تكلمنا عن الحملات اللي تقومون فيها والمناطق اللي تم تعقيمها. الواقع أنا قبل لا أبدأ بالمنطقة اللي عقمناها، التقيت في الأخوان فريق البحرين تستاهل بالمحرق، وحبيت أشاركهم هذا العمل
ولاحظت أن العمل بالفعل يستحق المشاركة من الكل وليس من النواب أو غيره، لا من الكل مفترض يشارك معها الأخوان. وعجبتني الفكرة بزيادة أن أطبقها في الدائرة السابعة المحافظة الشمالية، فبدأنا من قرية دمستان وبوري، ولاحظنا أن التعقيم اللي يقومون به الأخوان طالع طبعا بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللي هو في الدفاع المدني، وإجراءاتهم واحترازات الاحتراز اللي مسوينه كلش ممتاز. على هذا السبب قلنا لهم يلا نبدأ إن شاء الله نعقم سواء في دمستان وبوري أو غيرها وأي مكان، للأمانة نحب نشارك في هذا التعقيم حفاظا وسلامة الناس من هالمرض المنتشر، الله يبعد عنه وعنكم إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. عجبتني لما قلت أنا في البداية شاركت في محرة، يقول رحت مناطق ثانية وشفت عمليات التعقيم وشاركت من خلالها. في رأيك إلى أي مدى يعني تعتقد أن هذه الحملات تعزز من دور المواطن في هذه المرحلة بالتحديد؟ أعتقد الأخوان اللي قائمين على هذا العمل التطوعي كأنهم دشوا دورات وعندهم روح بالفعل رفع وروحهم ترفع المعنويات عند الناس. فلما يجون يشاركون في القرى ويعقمون اساسا تلاقي اهل القرى عندهم ارتياح وودهم يشاركون وياهم. صدق. يعني عندهم اندفاع، حتى ممكن احنا من بعد حمله التعقيم اللي صارت لقينا اتصالات كثيره من الناس، هل ممكن نسجل؟ هل ممكن نشارك؟ ترى البحرين عزيزه على قلوب الكل. والكل ودي يكون موجود. نعم نعم، والكل يعني حاب يشارك ويدخل معنا في هذا العمل. يعني جميل، شلون تقدرون تنسقون حق هذه الحملات؟ هل هم الفريق يتصلون فيكم؟ انتم تتصلون فيهم؟ والله انا مثل ما قلت لك قبل شوي، انا اتصلت في الفريق، انتم وين كنت اتابعهم ورحت شاركت معهم من غير ما يدرون في المحرك. جميل. وقعدت وياهم ودشينا في سوق المحرك. من هذا المنطلق يعني حسيت ان حتى الناس اللي في المحرك متعاونين مع بعضهم البعض، واللي من برات المحرك اساسا كل الفريق من كل مكان. نعم. الفريق يعني تلاقي من الزلاق ومن المحرق ومن دمستان ومن مدينة حمد ومن الحد ومن الدراز ومن أي مكان. فريق بحرين. كل فريق البحرين. شوف إذا تقول فريق البحرين فإحنا ننسى المناطقية، ننسى كل الأمور. نعم. تذوب هذه الفوارق. نعم. كلها. نعم. وتتم البحرين على رأسنا كلنا وكلنا بنخدمها بأي طريقة. نعم نعم. ولا حد يسألك سألة النائب أنت من وين جاي ولا من أي منطقة ولا منسق مع من؟ أبداً. أبداً. حياك الله وحياك. أي نعم نعم نعم. أقول لك يعني أنت لكونك أنت جاي المحرق رحبوا فيك أعز ترحيب. ومشينا وياهم إلى أن انتهينا، والله الود أنك تقعد وياهم تواصل. الحقيقة أنا أنقل صورة الشكر والتقدير للأخوان هذول المساهمين، لأنهم يعتبرون كجزء من الفريق الأول في المقدمة، وهم الأطباء والممرضين، فهذول بعد هم يعتبرون أخواننا يعني جزء لا يتجزأ من هذا العمل الإنساني حقيقة. بالتأكيد. يعني ترحيب أهل المحرق غير، ترحيب أهل الرفاع غير. نعم. ترحيب أهل سترة غير، أهل الديع. نعم. غير، كل مناطق البحرين لو رحت وبتشارك في عملية من هذه العمليات المجتمعية الجميلة جدا، الكل بيقول لك يا هلا ويا مرحبا، عيوننا قبل بيباننا مفتوحة لك. سالت النائب يعني شو المطلوب في هذه المرحلة في اعتقادك؟ والله هذه المرحلة بتكاتفنا، بتكاتف الأخوان المتطوعين وعلى رأسهم سمو ولي العهد، عزز هذا الدور ورفع معنويات الكل حقيقة. عندما تشوف ولي العهد نازل على أرض الواقع ويباشر بنفسه هذه العمليات، أنت يجيك إحساس أن القائد الموجود يبي يطمن على 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 هذا العمل. فأنت يعني بحد ذاتك تقول أنها يعني تشوف الإنسان هذا وين مرتبته وقاعد على الطريق يخدم الناس وباشر عمله، فما بالك أنت في منطقة وتحب تعمل عمل طيب للناس وتشارك في أي عمل إن كان. إحنا هنا كبحرينيين معروف عنا يعني وين ما أنت تلاقي بحريني برا البحرين تحب تساعد، تحب توقف وياه، تحب تسولف وياه. ما بالك أنت عندك اليوم في مرة علينا إحنا ونبغي نعديها على خير، ما تسمع في أي ديرة فيها عمل تطوعي أو إنساني إلا راح تشارك، إلا راح تشارك فيه بالفعل يعني. وهي خطوة يعني أعتقد في كل البحرينيين وين ما تروح. لقيناها بالفعل، أنت شفت عملية الإجلاء اللي صارت. نعم. من القيادة الرشيدة إلى أصغر شخص بأي شيء يحب يساهم في إجلاء الناس وسلامتهم، ودليل كبير عندنا أنت تشوف عدد المتطوعين كم وصل بالفعل.
كم وصل عدد المتطوعين؟ تجاوز 30,000 واكثر. نعم. هذا دليل شنو يعني؟ دليل على ان البحرينيين يا جماعه طيبين وحبهم على هذا الوطن مو بعيد مو غريب. كنا نسمع عن زمن الطيبين. نعم. اليوم قاعدين نعيش هذا الزمن مره ثانيه. نعم. البحرينيين طول عمرهم يعني طيبين واثبتوا من خلال مراحل كثيره. نعم. عاشت فيها مملكه البحرين ان البحرين عمرها ما بتكون بروحها، اهلها على طول موجودين معاها ومتكاتفين ومتلاحمين، وهذه حتى اليوم المحنه اللي احنا نمر فيها عززت عندنا هذا الشيء، سواء حتى مو بس من خلال حمله التطوع، حتى حمله فينا خير اللي قدرنا نوصل فيها الى 100 مليون طبعا. وشفنا يعني شلون حب البحرينيين صغيرهم وكبير انه هو يساهم ماله بوقته بروحه بعد. صدق. يعني هذا هو البحريني. صدق. أكيد. واللي أحب أزيده يعني حتى الفريق لما شفناه لقيت الجنسيات الثانية موجودة. ترى اللي يعيش في البحرين ما يحب يفارق. يعيش في مكان نعم. ثاني. نعم. صدق. فلقيت الفريق اللي موجود من جنسيات مختلفة ومشاركين معانا وتحركون ويانا، فدليل على هذا الحب، لأن الأرض اللي هم قاعدين فيها تربوا فيها لا يمكن يتهاونون عنها في أي لحظة من اللحظات. بلا شيء. أكيد. وإحنا مع البحرين في كل وقت يا فواز. وشكرا لك سعادة عضو مجلس النواب أحمد الدمستاني، شكرا جزيلا لك. الله يوفقكم إن شاء الله، وأشكركم وتحياتي لكم مرة ثانية، وإن شاء الله إذا في أي حملة إحنا من الناس اللي جاهزين عليها وبنشارك فيها وبنساهم فيها إن شاء الله. شكرا لك على كمية الحب والإيجابية اللي لمسناها من خلال هذا اللقاء. الله يسلمك. مشاهدينا فاصل وبالتأكيد راجعين لمجتمع واعي، خلكم معنا. لو سألتوني شنه تعني لك الحياة؟ التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا أبو أحمد أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. مملكة البحرين مشاهدينا سخرت جميع الجهود والإمكانيات وفق استراتيجية واضحة وناجحة تضمن عودة العالقين وسلامتهم وفور وصولهم. تتكفل مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمسافرين وفق أعلى المعايير الخاصة بالجودة لضمان سهولة وسلاسة الحركة في المطار، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات المسافرين وأمتعتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة. أكيد. نشوف معاكم اللقطات التالية لجملة من الرحلات الواصلة إلى مملكة البحرين ضمن عمليات إجلاء المواطنين من الخارج.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من مطار البحرين الدولي العقيد عبد العزيز عبد الرحمن الدوسري، مدير مديرية شرطة المطار البحرين الدولي. مساك الله بالخير. بداية، كيف تمضي عملية التعاون والتنسيق مع بين الجهات المعنية مع المطار للتعامل مع حالات الإجلاء وإعادة البحرينيين إلى أرض الوطن؟ نعم، بداية أول ما نزلت الأوامر بإجلاء المواطنين من الدول المبوءة وغير المبوءة، بناء على توجيهات سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله بتقديم خدمات أمنية متميزة للمسافرين وتسهيل جميع الإجراءات الأمنية لهم، شاركت مديرية شرطة المطار بغرفة العمليات المشتركة بالمطار متمثلة بمكتب النائب الأول سمو ولي العهد الأمين ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وشؤون الطيران المدني وشركة مطار البحرين، إضافة إلى شركة باص وممثل بشركة الطيران، لتذليل جميع الصعاب الذي قد تواجه المسافرين أثناء وصولهم المملكة أو قبل صعودهم من الطائرة وقدومهم من المملكة. والحمد لله هذه غرفة العمليات كانت تدار على مدى 24 ساعة. هناك تعاون ما بين مديرية شرطة المطار وإدارات وزارة الداخلية ومنها العمليات والنقل وغيرها، هل يمكن توضح لنا ذلك بالتفصيل؟ نعم، هناك تنسيق مسبق وخطط مسبقة بين إدارات التابعة لوزارة الداخلية قبل وصول المسافرين للاستعداد للجاهزية، ومن ضمن هذا التعاون هناك تعاون بيننا مع إدارة النقل التابعة لوزارة الداخلية بتوفير الحافلات وشحنات لنقل المسافرين من وإلى من الطائرة إلى الفحص الطبي ومن ثم إلى الحجر الطبي، وكذلك توفير التعاون مع إدارة الدفاع المدني اللي يقومون وبشكل مستمر ودوري عملية التعقيم سواء داخل الخيام الفحص الطبي أو داخل مبنى المطار، وكما هناك تعاون مع غرفة العمليات الرئيسية تبع وزارة الداخلية لتقوم بعملية ربط جميع الإدارات مع بعض والتنسيق فيما بينهم، ويأتي هذا كله بتوجيه من سيدي سعادة رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن بتوفير كل الخدمات للمواطنين. نعم، بعد لو تعرفنا على الإجراءات الوقائية اللي تم اتخاذها من شرطة المطار لمواجهة فيروس كورونا. نعم، اتخذت مديرية شرطة المطار إجراءات وقائية احترازية لأفراد رجال الأمن من استخدام المعقمات وارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك نقوم بعملية التطهير وبشكل مستمر لجميع مداخل مطار البحرين والتركيز على الممرات التي قد تستخدم من قبل المسافرين العابرين وأجهزة التفتيش المسافرين يتم التركيز عليه في عملية التعقيم، إضافة إلى ذلك تقوم بعملية التعقيم المناطق الخارجة من مبنى المطار سواء تموين الطائرات أو الشحن الجوي ومنطقة اللوجستية ككل مع الإخوان بالتعاون معهم في الدفاع المدني. نعم، العقيد عبد العزيز عبد الرحمن الدوسري مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، كل الشكر والتقدير لك. طبعا مشاهدينا نلتقي بكم بعد هذا الفاصل في برنامج مجتمع معي، فابقوا معنا. قسم ووعد نصون ونحمي البلد، ملك وحكومة وشعب، أرض وجو وبحر، البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلاً بعد جيل ينقل عهداً ورسالة، العمل بجهد وتصميم على أمن المواطن والمقيم.
طبعا مشاهدي الكرام، ودنا في هذه العجاله من خلال برنامج مجتمع واعي نسلط الضوء على بعض اللقطات من خلال كاميرا اداره الاعلام الامني بوزاره الداخليه على مناطقنا الجميله في مملكه البحرين، سواء سوق المنامه ولا سواء المرفا المالي او المنطقه اللي واقعه بالقرب من المجمعات التجاريه والفنادق السياحيه وغيرها من المواقع اللي نعتز ونفخر فيها كلنا في البحرين، ونشوف من خلالها مواقعنا الجميله ونشوف ايضا المجتمع الواعي من خلال شوارع وطرقات مملكه البحرين. اكيد. وخلينا ننقل المشاهدين حق هذه اللقطات الجميله لمملكتنا الجميله، واللي ان شاء الله بتظل جميله وبنرجع لها ان شاء الله، وبنرجع نتمشي في شوارعها ان شاء الله عقب ما تزول هذه الغمه. ما بنسوي هذا الشيء الا اذا كلنا اتحدنا وتكاتفنا وفعلا طبقنا الاجراءات الوقائيه وجلسنا في هذا الوقت في البيت. خلينا نشوف معاكم هذه اللقطات اللي تبين الوعي عند المجتمع البحريني، نشوف انهم ما يطلعون الا فعلا للضروره. يا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي، وطني يا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي، يا فخره وبه الحصون منيعة، يا فخره وبه الحصون منيعة، يا عزه رغما عن الحساد. وطني 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 وطني
حملات التعقيم لجميع مناطق مملكة البحرين متواصلة. الزميلة شوق العثمان رافقت المنظمين لحملة التعقيم اللي تم تنظيمها في المحافظة الشمالية. طبعا هذه الحملة الأولى جاءت تحت رعاية سعادة النائب عبد الله إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب، وغطت كل من مدينة سلمان والبديع والهملة بالمحافظة الشمالية. خلينا نتابع معكم التقرير وراجعين لاستكمال باقي فقرات البرنامج. واضعين مصلحة الوطن أولا نصب أعينهم، ومصرين على العمل والتطوع في ظل مختلف الظروف لأجل المملكة في خدمة إنسانية وطنية تهدف إلى حماية الوطن وأهله من أي خطر. هؤلاء هم أبناء البحرين الذين يجسدون أسمى معاني الولاء والوفاء لهذا الوطن ولقيادته وشعبه. نحن اليوم كجزء من هذا المجتمع حبينا نشارك جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا بالحملة التعقيمية في الدائرة الثالثة محافظة الشمالية. حقيقة اليوم يعني اللسان يعجز عن الشكر إلى جميع المتطوعين الذي أتوا من جميع محافظات البحرين لأجل خدمة وتلبية لنداء الوطن. تعاون كبير وروح عالية كانت حاضرة خلال هذه الحملة التعقيمية اللي انطلقت من مدينة سلمان إلى البديع وانتهت في الهملة. شخصيات المجتمع والمتطوعين اعملوا لغاية واحدة، وهي المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة من خلال توزيع المهام بحرفية ومنطقية تامة لتكون قابلة للتنفيذ ضمن إمكانات الأفراد وبحسب قدراتهم من خلال تدريبهم ومساعدتهم. نشكر طبعا تغطياتكم أولا وزارة الإعلام وكذلك وزارة الداخلية وكذلك كشافة المالكية وكذلك فريق التطوعي وكذلك الدفاع المدني والبلدية الشمالية على طبعا تعاونهم ويانا والتنسيق. هذه شيء طيب والبحرين تستاهل في هذا الوقت الكل يتكاتف لمصلحة البحرين، فيعني شيء قليل نقدمه في هذا الوقت لهذه المملكة الغالية اللي على قلوبنا. الله يسلمك.
نساء ورجال البحرين شاركوا وكانوا يعملون بكل جهد في أسمى الأعمال الإنسانية اللي ما ينتظرون مقابل لها، بل إنها هي تنبع من القلب ومن رغبة لدى الإنسان في العطاء والتضحية. احنا كمتطوعين كبحرينيين يهمنا مصلحة البلد، ولما نشوف ان في ركائز رموز في البلد مهتمين يعني نسعي لمساعدتهم. واليوم لاحظيت ان ما شاء الله العدد كبير من الشباب، ولاحظيت التعاون مع الجهات الرسمية، التنظيم كان ممتاز. خدمة الوطن شرف لا يعلوه شرف، واحنا طبعا نقوم بعملنا كمواطنين بحرينيين. يعني هاي العمل بالعكس يعني جسد عندنا روح الانتماء وروح المواطنة، وهذه واجبنا تجاه وطننا. دور رائد تقوم به جهات التطوع المختلفة، وفوائد عديدة على الفرد نفسه كتطوير مهاراته وشخصيته وعلى المجتمع بأسره. البحرين اليوم يثبت استشعاره لأهمية رسالة التطوع واحتفائه بالعمل لأجل الوطن. شوق العثمان لبرنامج مجتمع واعي. يعطيهم العافية المتطوعين، ويعطيهم العافية أيضا أصحاب السعادة النواب على هذه الجهود اللي أقل من كلمة شكر ما توفيهم حقهم. طبعا في ظل هذه الظروف الاستثنائية تضاعف المسؤولية على جميع الأطراف اللي تعمل على مكافحة الفيروس، إلا أن المسؤولية على القطاع الصحي تكون كبيرة جدا. أكيد، وأكثر الناس اللي يخلطون المرضى هم الممرضين ويتعاملون معهم بشكل مستمر. زميلنا يحيى العمري أعد لنا هذا التقرير اللي يشرح شلون الكادر الطبي يحافظ على الإجراءات الاحترازية عشان ما يكون سبب في نقل العدوى. خلينا نشوف معاكم. هم القدوة وهم رمز التضحية. لا يمضي يوما على البحرين في ظل وجود فيروس كورونا إلا ويكون نتيجة لجهودهم والتزامهم واحترافيتهم في التعامل مع المصابين بالفيروس. طبعا احنا قبل ما نكون على أتم الاستعداد النفسي، طبعا لأن احنا عارفين ان احنا جايين هنا واحتمالية ان احنا نصاب بالعدوى واردة، فاحنا نحاول قد ما نقدر فكل خطوة نخطيها نكون محاسبين، يعني من ناحية السوشيال ديستنس حتى بيننا وبين الموظفين الثانيين قبل بيننا وبين المرضى. نحاسب من ناحية التعقيم، نحاسب من ناحية الإكويبمنتس اللي احنا قاعدين نستعملها. طبعا احنا نجي من البيت لابسين ثياب الدوام اليونيفورم الأبيض العادي، قبل ما ندخل المستشفى عندنا حجرة برا كابينة ندخلها ونبدل نلبس السكرابس ونخلي ثيابنا هناك، ونتوجه حق طبعا الموقع مال العمل مالنا، وعلى طول الماسك يكون علينا ما نشيله. وطبعا احنا الماسك اللي لابسينه برا الريسبشن يختلف عن اللي بندخل فيه حق المرضى، يكون يعني اللي بنشفي فيه المرضى يكون اقوى. طبعا تراكم الخبرات والتجارب ولد جيلا من جيشنا الوطني الابيض يتسلح بالعلم والمعرفة والامكانيات المطلوبة لمكافحة هذا الفيروس. الحمد لله احنا في البحرين عندنا، في فريق البحرين عندنا الخبرة من ناحية الأكاديمية، من ناحية العلمية، من ناحية التقنية، بحيث أن احنا نطلع بأفضل صورة ممكنة خلال هذه الفترة، ونطمن الجميع أن الكادر البحريني والفريق البحرين يقدمون أفضل صورة ممكنة ويتبعون أفضل الإجراءات، بحيث أنهم يحمون أنفسهم ويحمون أبناء البلد. صعوبات كبيرة وجهود حثيثة بذلها أبناء البحرين في الصفوف الأولى للحفاظ على أمن المواطن والمقيم وسلامتهم من انتقال العدوى. طبعا الصعوبات اللي نواجهها مو قليلة في مهنتنا كتمريض، أو مهنة طبعا الطاقم الطبي يواجه عدة صعوبات، منها أبسط شيء أنه مو سهل أنك تقعد 8 ساعات تتنفس من ماسك، يعني نفسك بيتعب. وبعد عندك الادوات اللي قاعدين نلبسها مو سهله، يعني قاعدين نلبس اكثر من قطعه، الكبرول، غطاء الراس، النظاره، هاي الامور كلها ان تحبس عن جسمك الهواء فتحس بحراره غير طبيعيه. بس يعني الحمد لله رب العالمين احنا مستعدين يعني ان نتحمل هاي في سبيل الوطن. كلمات الشكر لا تفي هذه الجهود حقها ولا تعوض سهرها ومربطتها على هذا الثغر الخطير لمكافحة عدو لا تراه ولكنك مستعد دائما لمواجهته والانتصار عليه.
دقة ومهارة عالية يمتاز بها فريق مملكة البحرين في التعامل مع جائحة كورونا حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. صدقت يا يحيى كلمات الشكر لتوفيهم حقهم. التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة فيروس كورونا هو اللي مكننا من تجاوز هذه المرحلة. الوضع الصحي في البحرين ولله الحمد بخير، والمملكة مستمرة في تعزيز كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللي تضمن صحة وسلامة المواطن والمقيم. أكيد يعني، والمجتمع البحريني بالترابط والتلاحم، وتاريخ البحرين سجل لأبنائها مواقف كثيرة مشرفة في التضحية والتعاون. مكنت البحرين من تخطي الكثير من التحديات، واليوم بإذن الله بنقدر نتجاوز هذا التحدي. إن شاء الله هذا يعني تكاتفنا وتلاحمنا والتزامنا بالإجراءات الوقائية بإذن الله. إن شاء الله الله يحفظ البحرين وأهلها. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. مع السلامة وفي أمان الله. في أمان الله.